الحمد لله. كانت من ضمن أشجارك الخضراء فعلا مجلة الأهلي. طبعا مجلة الأهلي دي من من أعظم، المفارقة إن إحنا دي بقى يعني من مفارقات الأقدار السعيدة، وإحنا بنحتفل بذكرى نشأة النادي مجلة النادي الأهلي، لأنها كانت في مارس 74، ده العدد الأول منها، يتواكب دلوقتي مع عيد ميلاد المهندس عادل القيعي، ويتواكب مع حدث أو يتقاطع مع حدث ثالث أهم. وقت ما أصدروا المجلة كانت مصر بتنظم كأس الأمم الأفريقية 74، مارس 74، فكان منشطة المجلة في العدد الأول ليها بدأت الدورة الأفريقية، وربنا يستر هتبدأ الدورة الأفريقية، ولسه بندعي ربنا يستر كمان بإذن الله. إيه القصة؟ إيه الشجرة شوف دي؟ أنت قلت كلمة بس هي كانت ذات علاقة، أن كلمة واحدة؟ يتواكب يعني الكلمة دي ذات علاقة، ما بتنساش أنت التعليق. إحنا كنا الفكرة، أنا كنت عملت مجلة سنة 71 اسمها الأبطال على حسابي، وبعت فيه عربيتي، قعدت احوش يمكن 10 سنين، اشتريت عربيه بعتها بعد 10 اشهر عشان اعمل مجله. ودي هي اللي خلت بدايه علاقتي بالاعلام، ان انا ابقى بكتب، وبدات بدعابه مجله الابطال دي، بقرا حاجه فبنتقدها. شباب ومش عاجبه حاجه. قام واحد قال لي ما توجعش دماغنا، روح اعمل لك مجله وبكتب اللي انت عايزه. الكلمه دي تصور فضلت ترن في دماغي، واي نوت، ليه لا؟ تك تك تك. قلت لابويا، قال لي حلو قوي، يلا شد حيلك. قلت له طب انا ما تشوف لي 1000 جنيه ولا 500 جنيه. قال لي شوف الفكره حلوه، وريني انت هتعملها ازاي. ما قلتلوش بقى ان انا هبيع العربيه حتى. بعت العربيه وجبت 900 جنيه وحطيتهم. والمهم عملت مجله الابطال انا وناس معارف. وكان المكتب بتاع المجلة في البدرون في العمارة بتاعت إبراهيم الخليل رحمة الله عليه. يعني والله كنا عملنا المكاتب نفسها عشان نوفر فلوس، جبنا لوح خشب حبيبي وول بيبر وصنعناها. كان أحد الشركاء معايا معيد في كلية فنون تطبيقية، بالمنشار والمسامير، وعملنا مكاتبنا وكراسينا وكل حاجات. المهم يعني ادتني الخبرة وادتني، قعدت سنة وما قدرتش أكمل لأن مفيش إعلانات مفيش حاجة، بس طلعت منها بعد سنتين في نهاية 73 كده. الكابتن صالح كان في لندن، هو ما يروح لندن لازم يجيب شريط فيديو يعمل حاجة، واندهنا بقى نتفرج على ماتشات ليفربول أو الحاجات اللي بنحبها. فلقيته ماسك مجلة كده صغيرة، قال لي ليفربول عامل المجلة دي. ليفربول؟ ليفربول. تصفحت قلت له حاجة لذيذة جدا، عقبالنا. قال لي طب يلا. قلت له يلا ايه؟ قال لي ما تيجي نعمل مجلة، انت مش كنت عامل مجلة؟ ما تيجي نستفيد بخبرتك في الموضوع ده. قلت له انا المجلة اللي كنت عاملها كنت عاملها زي بتاعت ليفربول، ورق كوشيه ودي سبب فشلها. قال لي ازاي؟ ان الكوشيه غالي. قلت له غالي. وكان في مطبعة واحدة هي اللي فروزة اليوسف بتعمل الاوفست. بالظبط. قلت له كنت بعمل الغلاف في فروزة اليوسف وبطبع المجلة في الاخبار، وارجع اخد الغلاف واوديه الاخبار يتجمع. حدوت. قلت له مش مستحيل تطلع بالشكل ده. قال لي وريني. كان ممنوع انك، لان كان تصريح الجرايد والصحف كانت عند حافظ غانم اللي هو مسؤول عن الارشاد القومي. الارشاد القومي. الارشاد القومي. وكان مدير مكتبه واحد صاحبنا ربنا يديله الصحه اسمه محي رجب في النادي الاهلي. عايزين رخصه. هجيبها ازاي؟ انا مجله الابطال جبت رخصتها ازاي؟ رحت اجرت رخصه من الصعيد اسمها صوت الصعيد، فكنت اكتب صوت الصعيد صغير كده تحايل عليها وتكتب ملحق رياضي الابطال قد كده. واعمل كنت باجرها ب 25 جنيه في الشهر. الرخصه دي. طب عايزين نطلع رخصه، مش هنطلع الاهلي برخصه مؤجره. فقلت له انا عايز اقابل حافظ بيه. خد لي ميعاد والراجل قابلني. قلت له عايزين نعمل مجله للنادي الاهلي. قال لي ممنوع يا ابني مجلات، وكمان مجله فئويه. قلت له دي هتتكلم في الرياضه بس. ومش هتتكلم في السياسه ولا هتيجي ناحيتها. اداني الموافقه. من هنا انطلقت رحت قلت ايه نجيب مين؟ فكرت في الاستاذ جلال الحمامصي. استاذ الاجيال.
دخان في الهواء، وكان هو طبعًا اهلاوي كان طبعًا يكتب على الاهلي، فقلت يا سلام ده لو طبعًا حط ايده معانا في الموضوع طبعا. وبعدين لقيت ان احد اسباب فشل مجلتي ان ما عنديش اعلانات. طب مين دلوقتي وكيل مدير وكاله الاهرام للاعلان؟ قالوا لي الحاج سيد مرسي، الاستاذ سيد مرسي، وده عضو في النادي. رحت له الاهرام، عملنا مجلس اداره برئاسه استاذ جلال حمامصي وعضويه بقى ودي المفارقه الحقيقه اللي كانت ان هي بدايه المجله رئيس مجلس الاداره مش رئيس النادي. لا جلال الحمامصي وهو اشترط كده. ايوه احنا كنا عايزينه يبقى رئيس تحرير، رفض. وقال لا انا رئيس مجلس اداره ما عنديش وقت ان انا ابقى رئيس تحرير بالمسؤوليات بتاعتها. وكان الاستاذ ففكرنا مين كان، قلنا نجيب واحد بقى ايه هو اصلا في النقد الرياضي بس بعد شويه عشان ما يجيش محمل باي علاقات، او الاستاذ عبد الرحمن فهمي رحمه الله ربنا يديله الصحه، وفريق يوسف رحمه الله عليه جه رشحه كمال بيه انه يبقى نائب رئيس التحرير، وانا كنت مدير التحرير. ده صف البدايه دي الترويسه بتاعت الاعلانات. وجبنا اعلانات بقى ورحنا عملنا اعلان، عقد اعلان مع الاهرام. ودي بدايه المجله دي، وعقد الاعلان دي بدايه ان الاهرام يفكر يعمل تسويق من خلال الرياضه. في الرعايات يبدا يفكر في الرعايات. لان احنا جبنا اعلان من خلاله ونظمنا ماتش لليجا وارسو كان ثالث العالم لعب معانا في مصر. يعني والفوركاست او التقسيم الماليه مشيت ما خرتش ميه. فدي شجعتهم. انا بحكي لك دي الشجره الكبيره اللي زرعها المهندس عدلي في مارس 74 في النادي الاهلي. طب قول لي بقى معلش ليه مارس انت؟ انا بقى بسرعه احكي لك دي. لما جينا بقى عملنا اجتماع وجات لنا الرخصه. ايوه. الميزانيه 5000 جنيه. فالنادي قال انا مش هبعتر فلوسي. تعتبر سلفه ترد من النادي تكلفه اول اربع اعداد. وتطلع بشكل اللي هو البروتوتايب اللي بتطلع بيه ده. ايوه. انه ما يكلفش كتير. وتتباع بجنيه. ايوه. طب يا استاذ جلال عايزين ننزل بالمجله. قال دي هتاخد لها نعمل الخطوات بقى العدد الزيرو تجربه وبعدين نعمل مساله شهرين. قلت له لا احنا عندنا البطوله الافريقيه كاس كمان 9 ايام لازم تطلع مع البطوله الافريقيه. قال لي انت اتجننت ده احنا ما عندناش حاجه خالص. قلت له يا فندم بسوقها نفسها، ده انا لو رحت بس للمدربين كل واحد قال كلمه ورحنا لكرامر ورحنا لاتحاد الكوره وحضرتك عملت لنا المقدمه والاستاذ عبد الرحمن فهمي. قلت له المجله هتتكتب في يوم والله. ففي الاخر ألحيت وبعدين قام عمل لي ازاي؟ لو فشلت هشنقك. فطبعا ضحكنا كل قلت له لا يمكن تفشل، لدرجه ان الاستاذ محمد حسن حلمي كابتن زموره كان هو رئيس الاتحاد وقتها وكان زي رئيس اللجنه المنظمه. ايوه. فاول رايح بقى اقول له عايزين تذاكر لمجله الاهلي، قال لي ايه؟ قلت له مجله، قال لي ايه مجله الاهلي دي؟ قلت له ما احنا نازلين مع ووريته بقى الاجراءات وبتاع وطلع لنا. دي قصتها يعني.